مرحبا، اليوم نحن موجودين بانتيريور فرنيتشر، عاملين جمعة كتير حلوة وعمل شوتينج لآخر مجموعة. طبعا نحن هلأ بالكورونا ما عملنا عرض أزياء لأن تجمعات كتيرة مش وقتها هلأ، فعملنا مثل شوتينج لآخر مجموعة لإلي وعم نعرضها على الانستغرام وعم نطلع لايف فيها على العالم. سبب وجودي وتنقيتي لانتيريور فرنيتشر هو انه انا كنت زبون من زمان. قصة طويلة، من حوالي 18 سنة اول ما جيت على البلد حبيت افرش بيتي من عندهم واخترت مفروشاتي من هون، وكان اعجاب كبير من يلي كل بيزوروني بانه هالمفروشات كتير حلوة. فبعد 18 سنة كان في زيارات قليلة بيني وبينهم، رجعت جيت على نفس المفروشات وتفرجت ورجع أدهشني المفروشات هون، فحبيت أرجع أعمل جاذرينج لهالعالم اللي بحبها وبعرفها لحتى يشوفوا إبداعيتي تصاميمي وشغلي الجديد ونعرضه على الميديا ويشوفوا هالموقع الحلو اللي أنا بتمتع وقت يكون فيه. إن شاء الله يكونوا الموديلات يلي عم تشوفوها عجبوكم، والناس يلي معنا بيسلموا عليكم بقلكم إن شاء الله تكون أيام حلوة ونعيدها بعرض أزياء.